اسمع شيخي كيتبعوا يولوا كيلعبوا زعما جنوب افريقيا يروحوا لي بيناتي كيلحقوا لي بيناتي مدوا لهم ديريكت الماتش كلهم يعطيكم الصحه كون ربحتوا ما كلا نروحوا باسكو عندكم حارس يجبد كاع ركلات الجزاء ما جبدهمش لو ماتش اللي داروا لا دانيير فوا في الكار دي فينال ما كونط الكاب فير ماشي غير في ضربات ترجيح مام في الماتش يعني دار يعني ديزاري انكرويابل يعني ديزاري ديسيسيف وين خلاهم يمشيو ضربات ترجيح وضربات ترجيح يعني مام في ضربات ترجيح يعني 6 4 على 5 يعني كان اكسيبسيونال يعني ما يعني اول مره شفنا في تاريخ كره قدم واليوم يعني ما كانش عنده الحظ باش يعني الوحده اللي راطوها يعني نيجيريا راحت شفناها راحت برا يعني انا بلال انا كنت نستنى ما نقولش الضغط ولكن الخوف من جانب اللاعبين تاع نيجيريا يعني كيشافوا يعني كيشافوا واش حضروا كما ينبغي محمد ولكن شفنا اللاعبين تاع نيجيريا محمد يعني كانوا يضربوا ضربات الجزاء الدم البارد يعني ما ولا مره شفناهم خايفين الوغ نورمالمون العكس لما تشوف حارس عملاق كما هو يخرج ربع ضربه جزاء في ربع النهائي في ربع النهائي تقول هذا الحارس هذا ربما حتى لي فراكالات تبع وحده بلال ملي زوج وزوج ما لحقهمش شفنا محمد شفنا اللي سجل يعني الكابيتان ديكيب تاع نيجيريا سجل في يعني في الماتش وزاد سجل يعني في السلسله كانت السلسله يعني زاد سجل ولكن العكس تاع جنوب افريقيا اللي سجل يعني يعني سجل في الماتش وضيع يعني في سيري ضيع. هل يمكن اعتبار حارس نيجيريا نوابيلي رجل المباراة اليوم؟ قلنا أوسيمين لأنه الكاف أعطت الجائزة لحارس مرمى منتخب نيجيريا باسكو فلاسيري هو اللي كان ديسيسيف فلاسيري وقلبي للفلاسيري كان ديسيسيف يستحق الجائزة يستحق تحدث في المؤتمر الصحفي وقال بأنه زيارة المدرب بيسيرو ل يعني لشخصي في فريقي ومشاهدتي هناك غير كل شيء إيه هو حارس نادي تشي باسبور اللي في الدرجة الأولى الجنوب أفريقية واللاعبين لما تشوف اللاعبين اللي مشاو للتسديد كاع يلعبوا في بطولة الجنوب أفريقيا يعني هذا لا ماجوريتي هو عنده يعني نظرة على كل لاعب يعرفهم وواجههم من قبل حتى حارس لوبي ستارز حارس لوبي ستارز أعتقد تشي باسبور حارس لوبي ستارز الجنوب أفريقي يعني في الدوري الجنوب أفريقي لما مشى تحدث على حارس جنوب افريقيا او حارس نيجيريا حارس نيجيريا جنوب افريقيا يلعب في حارس نيجيريا يلعب في لوبي ستارز ميتو معليش الله اعلم يلعب في نادي تشي باسبور الجنوب افريقيا سنتاكد من المعلومه نعم يلعب في البطوله الجنوب افريقيا وانا متاكد من ذلك الحارس الاخر ويليامز يلعب في نادي سان داونز في البطوله الجنوب افريقيا يعني هذا الحارس حتى اليوم لما تشوف تلقى هدف واحد في اللعب فقط منذ انطلاق الدوره كان امام منتخب غينيا الاستوائيه الهدف الثاني اللي تلقاه اليوم جاء من ركله جزاء من كرة ثابتة مكوينة اللي كان سجل في المباراة كما قال لك بلال عاود ضيع لأنه تقريبا سدد من نفس الجهة في نفس المكان اللي سدد فيه أثناء المباراة مقارنة بإيكونغ إيكونغ اللي كان يلعب تشيبا سبور تشيبا يونايتد سبور في جنوب افريقيا نعم مقارنة بمكوينة مقارنة بإيكونغ اللي كان سدد في البرومي بيناتي ضربوا أراد في المباراة وفي السلسلة كان سدد بقوة جاء اليمنى غير جهة وسجل تبقى ضربات حد 50-50 منتخب نيجيريا استحق تواجد في النهائي وتأهل مثله مثل منتخب الفيها نعم أمين كيف ترى المباراة النهائية بين كوت ديفوار ونيجيريا نهائي حلو بين منتخبين عملاقين في القارة الإفريقية الأفضلية بطبيعة الحال ستكون المنتخب الإيفواري لأنه صاحب الأرض والجمهور معنويا المنتخب الإيفواري أحسن من المنتخب النيجيري لأنه عاد من الرماد المنتخب النيجيري تقريبا مسيرته كانت كانت بنسق تصاعدي هذه هي المنتخبات الواقعيه والفرق الواقعيه يعني تقريبا تلقى عنده مسيره منتظمه الى تصاعديه بوتيره ثقيله نوعا ما راح درجه بدرجه كما نقولوا راح مباراه بمباراه سير مباراه بمباراه وهذه نقطه قوه المنتخب النيجيري لم يتسرع كثيرا في المباريات
لم يكن اعتماده على نجومه كبيرا من أجل أن يسيطر على المباريات أو الاعتماد على فارق الأسماء الكبيرة مع العديد من المنتخبات التي واجهها، رغم كثرة الأسماء إلا أنه اعتمد على الواقعية. في آخر المطاف وجد نفسه بكل جدارة واستحقاق في المباراة النهائية. الآن من الصعب التكهن بهوية المنتخب الذي سيتوج باللقب، ولو أني أرشح المنتخب الإيفواري لإكمال المسيرة الإعجازية التي أحدثها إعجازية. إلى غاية الآن إعجازية أكيد. تويش ميت يولي من الحياة بلال، يولي من الموت ميت واحد كيموت خلاص ما يوليش هذا كرة قدم تقريبا ماتوا بلال، راحوا زاروا زاروا وعودوا له مشى بثلاث نقاط موان طروا، ولكن راح تصلح خطره في جي سي با كومبا في القرن. مي انا شفنا الويتيان فينال ولا الكارد فينال ولا الديمي فينال من اداو مستوى، راني نقول لك مستوى مختلف تماما، يعني فريق واحد اخر اللي يلعب هاد لي طروا ماتش، كي تشوف لي طروا بريمي ماتش اللي لعبوهم هذا مختلف يعني كثير يعني. نعم حتى لوكا زمان مدوا عنوان لهذا الكان، نتكلم على الكان بصفه عامه، وكان عدم الاستسلام. لماذا؟ شفنا مسيرة المنتخب الإيفواري وكيف عاد تقريبا من الرماد ليجد نفسه في المباراة النهائية، والآن هو قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب بعدما وضعناه في عداد الموتى في الدور الأول. ثانيا هذا الكان هو الكان الأكثر تسجيلا للأهداف في الدقائق الأخيرة حتى المباراة نصف النهائي. اليوم المنتخب الجنوب إفريقيا، أنا كنت نشاهد في المباراة في الدقيقة 89 خرجت راح نشرب ولا ما على باليش، قلت خلاص قلت المنتخب النيجيري راه في المباراة النهائية انتهى الأمر، عاود وليت لقيت المنتخب الجنوب إفريقي سجل الهدف في الدقيقة الأخيرة. لذلك الكان هذا إن كان له عنوان هو عنوان عدم الاستسلام، المواصلة دائما في القتال والشراسة داخل الميدان إلى غاية إطلاق صافرة النهاية. هذه يلا فورس مونطال تاع الجوار ولا المنتخبات، القوة الذهنية للمنتخبات هذه في هذه الدورة. اليوم حتى في خارطة كرة القدم الإفريقية بدأت تتغير شيئا فشيئا، بدأت منتخبات تبرز منتخبات تضعف، تلك سنة الحياة. لكن الشيء الأكيد أن عقدة منتخبات شمال إفريقيا ما عدا مصر في أدغال إفريقيا ستبقى مستمرة إلى ربما نشوفه في دورة 2027، لأنه ما عدا المنتخب المصري ولا منتخب شمال إفريقي سبق له أن توج باللقب في أدغال إفريقيا. رانا 34 نسخة تقريبا، شوف أحسب العدد الدورات اللي لعبت في شمال إفريقيا وحسب المنتخبات. الكلام كنت نقوله أنا يا شمال إفريقيا صعب كثير عليها في أدغال إفريقيا، لو نوليو المنتخب المصري لما خدا تلت كؤوس متتالية تقريبا المنتخب تاع مصر متكون ما عدا زيدان الباقي متكونين من اللاعبين تاع الزمالك والأهلي. تلت كؤوس 2006 في إيجيبت، 2008 غانا، 2010 أنغولا. اللاعبين هذوك تقريبا متكونين من الزمالك والأهلي. لما حنايا تحكم الجزائر تونس المغرب لما تجيب لاعبين من الخارج راح تكون صعيبه عليهم في هذا الوقت. ماهيش قاعده صحيحه محمد. اليوم كون نشوفوا يعني اللي في كتيف تاع لافريك دي سيد اللي لعبوا اليوم اللي تيتيلا اللي دخلوا بداوا المقابله مينيموم 6 جوار كاع مساندوس، 7 لاعبين مساندوس. كي تكون عندك يعني لوساتور بليس دو 70% تشوف 7 لاعبين راه واحد 70% ولا 65 ولا 69% ولا كاع يعني اللي بداوا المقابله لي زوتوماتيزم منايا. هذه المدرب ما تكونش عنده قال عندي دات فيفا نجي 3 جور 4 جور 5 جور باش ندير لي زوتوماتيزم ايتو. هذا الفريق واجد يعني الفريق تاع سانداوس واجد، اليوم 7 لاعبين تيتيلا لعبوا في الدور النصف النهائي، تما يعرف كيفاش يلعب زميل ديالو راه موالف معاه في الفريق ايتو. المدرب تسهل له المهمه باش يعني الاندماج تاع اللاعبين اللي دخلوا في التشكيله. لهذا قلت لك مصر لما خدتها تلك مرات على التوالي اللاعبين تاعها تقريبا كلهم كانوا نشطوا في الدوري قاسي سعيد.